بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كريم لتخفيف نمو الشعر بالجسم والتخلص منه بطريقة نهائية. هذا الكريم رائع جدا ومدته تتجاوز 3 أشهر، خصوصا للعاملات ولمن ليس لديهن الوقت لتحضير الخلطات والوصفات، خصوصا الوصفات المائية. هي يمكن أن تتعفن أو تفسد أو تكون بها رائحة. هذا الكريم رائع جدا، عملي، ويمكن استخدامه وبكل سهولة. نحتاج في هذه الوصفة إلى كريم جليسيرين. الجليسيرين أو الجليسوليد يمكن استخدام أي نوع، وإذا لم يتوفر لا كريم الجليسيرين أو كريم الجليسوليد يمكن تعويضه بالفازلين الطبي. ونحتاج كذلك لزيت الزيتون، يجب أن يكون زيت الزيتون أصلي. ونحتاج لزيت الترمس، زيت الترمس المر، زيت الترمس. طريقة تحضير هذا الكريم، نأخذ 2 ملاعق كبيرة من الكريم، ونضع عليها 4 ملاعق شاي من زيت الترمس المر، 4 ملاعق من زيت الترمس المر. قلت هذا الكريم رائع جدا ومناسب ومفيد للمرأة العاملة ولمن ليس لديها وقت. ونضيف عليه 2 ملاعق شاي صغيرة من زيت الزيتون، يفضل أن يكون زيت الزيتون الأصلي. من يتوفر لديها زيت السعد يمكن إضافة زيت السعد لهذا الكريم. نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل. ونستمر في الخلط. لمن بشرتها ليست حساسة تضيف عصير ليمونة واحدة. لمن بشرتها طبعا ليست حساسة رائع جدا عصير الليمون في هذا الكريم لتخفيف نمو الشعر والقضاء عليه بصفة نهائية. نتحصل على هذا الكريم. طريقة استخدامه بعد إزالة الشعر بأي طريقة أنت تستخدمينها في إزالة الشعر، سواء كانت بالشفرة أو من الجذور بالحلاوة أو بالشمع. نقوم بدهن هذا الكريم 2 مرات في اليوم، مرة صباحا ومرة في الليل قبل النوم. استمري على دهن هذا الكريم يوميا حتى نزع الشعر في المرة القادمة، واستمري عليه وإن شاء الله ستلاحظين الفرق من أول شهر. شعر يكون خفيف وبتدريجيا سوف نتخلص من هذه المشكلة. هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات، يمكنهم استخدام هذه الوصفة. البنات كذلك يمكنهم استخدام هذه الوصفة، آمنة وليست منها أي أعراض جانبية. هذا الكريم قلت صلاحيته تفوق 3 أشهر. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبات السعد أو السعد، نبات السعد أو السعد
باختصار هو نبات له عدة فوائد في الطب البديل، ومنها تأخير نمو الشعر الزائد، المشكل الذي يؤرق الكثير من السيدات، وهو يعادل جلسات الليزر في إيقاف نمو الشعر. البعض يسمونه ببذور السكران، موجود عند العطار. شوفي البذور جيدا، تشتريها وتطحنيها على شكل بودرة، تنخليها وتطحنيها على شكل بودرة. هي صعبة الطحن، إذا توفرت مطحونة عند عطار موثوق اشتريها مطحونة لأنها صعبة الطحن. تسمى قلت بذور السكران، هي تعادل جلسات الليزر في إيقاف نمو الشعر. وصفة اليوم التي سأعطيها لكنا هي عبارة عن كريم بزيت السعد وبذور السعد. هذا الكريم راح يفضل معك لمدة طويلة، مش رايحة تضطري انك تعملي في كل مرة تنزعي فيها الشعر وصفة الترمس التي سبق ووضعتها في القناة. هذه الوصفة رايحة تغنيك ان شاء الله عن الوصفات المائية. اولا نحتاج لفازلين، فازلين 2 ملاعق طعام كبيرة من الفازلين، ذوبيه شوي على حمام مائي. ونحتاج لملعقتا شاي من زيت نبات السعد أو السعد، هذا هو كما هو مصور على العلبة. ونحتاج لاثنين ملاعق شاي من بودرة بذور السعد، قلت تطحن بشكل ناعم. طريقة عمل هذا الكريم، ناخذ الفازلين 2 ملاعق ونضع عليها اثنين ملاعق من زيت السعد، 2 ملاعق، هذا الشكل. ونخلط المكونين مع بعض. ونضيف 2 ملاعق شاي من بودرة نبات السعد. ونخلط. ونتحصل على هذا الكريم الرهيب، قلت يعادل جلسات الليزر في إيقاف نمو الشعر، وتم تجربته على عدة حالات ونجح في إيقاف نمو الشعر تدريجيا. طريقة استخدامه، بعد استخدام أي طريقة لنزع الشعر تناسبك أنت من الجذور، استخدميه بعد نزع الشعر. دلكي هذا الكريم على المناطق إزالة الشعر بأي مكان بجسمك، الوجه، الذقن، على الإبط، المناطق الحساسة، كل المناطق اللي تزيلي منها الشعر من الجذور دلكي هذا الكريم لثلاث مرات في اليوم، مثلا الصباح وبعد العصر وفي الليل قبل النوم. استمري على عمل هذا الكريم بعد نزع الشعر لمدة 10 أيام متتالية، لغاية الشهر القادم بعد نزع الشعر، ورايحة تلاحظي من أول استخدام أن نمو الشعر ابتدأ يخف تدريجيا إلى أن تنتهي مشكلة الشعر عندك. نبات السعد هذا رائع جدا وعن تجربة. إن شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم طبعا، وهي عن نبات السعد الغني عن التعريف، كما قلت يسمى ببذور السكران،
لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد مفيد مني. شاركوا هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.